الخبر اولي عاد القمر مارو اللي صارت تبكي، فنزلت هذا الستوري يا حبايب كانت كاتبه عليه انه هي زعلانه. الستوري اللي بعده يا حبايب نزلت هذا الستوري كاتبه حبايبي انا صرت زينه، ما راح اقول لكم انه زعلني بس راح اسوي له تاج مخفي هو يعرف نفسه. اخر شيء خدمت بهذا الستوري يا جماعه راح اقول لكم انه اللي زعلني اليوم اللي هو علوش لا نضيع اليوم وما اجى، ففوتوا عليه كلكم وقولوا له ليش تزعل القمر. فهدوني يا حبايب الكومنتات شاركوا هذا الخبر. وننتقل حاليا رغده بوصول حسابها بالانستغرام لل 4 مليون متابع، فان شاء الله الف مبروك اخبار 10 مليون يا رب. وطبعا لا تنسون يا حبايبي نتبارك لنا بالكومنتات على هذا الانجاز. وطبعا هي نزلت هذا المقطع كتحتفل بيه بال 4 مليون، راح احط لكم اياه شوفوه. وصلنا ال 4 مليون. وبس اكتبوا لنا احبابي بالكومنتات شو رايكم برغده وطريقه احتفالها. وننتقل حاليا لباريش والبوسه اللي باسها اليشيم. اخر هذا المقطع اللي نزل يا حبايب هو وياها شوفوا. شويه بالكومنتات يا حبايب تهجموا علي يقولوا له انه انت كنت تحكي على نورمار انه هو يطلع بنات وانت قاعد تسوي شويه يشيم، واللي قاعدين يتهجمون عليه لانهم فانزاته ويغارون عليه. اكيد اكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم. وننتقل حاليا نورمار وتنزيل هذا الستوري قاعد يعلم من خلاله انه راح ينزل لكم مقطع باكر عن التقاء ويا الفريق باكر الساعه بالاربعة بما هو رجع من دبي التركية يا حبايب. اكيد راح احطكم الستوري تعم تفهمون اكثر. مع كيفكم ان شاء الله بخير؟ طبعا بكره فيديو اليوتيوب كيف فاجات اهلي ورفقاتي وفريق والكل. فاجأتهم وردة فعلهم كانت رهيبة. أنا ما بس أنزلكم ستوريات كتير لحتى تشوفوا جد ردة فعلهم رهيبة. بكرة الساعة 4 إن شاء الله على اليوتيوب. وننتقل حاليا ناجي الخاخ وستوريات الضحك اللي نزلها ويا مرته اللي هي لما. بصراحة ستوريات حلوة حطكم إياها شوفوها. بمبستك. I love you so much. شو مرتي؟ بطل في دايت هلا أه؟ اليوم اكسبشن. أوه زاكي زاكي زاكي. تروحوا عندهم اطلبوا سماكسو ستاكس ايش اسمه هو؟ ما في شوف 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 هي نفسها اللي عم بتديرها هاي هاي. ونختم اخر شيء بوسام تكيت يا حبايب واعلان عن تنزيل هذا الفيديو اللي راح يكون ويا ياسو يا حبايب. هم طالعين بفلوج طبعا المقطع راح ينزل لكم باكر يا حبايب على الساعه 4 على قناه فافنابولي. فاكتبوا لنا بالكومنتات ايش قد متحمسين هذا المقطع. طبعا لو تلاحظوا ان وسام تكيت باخر فتره صار يصور بس ويا ياسو. وطبعا بعض المتابعين نوعا ما لاحظوا انه ياسو شوي ملابسها قصيره بالفيديو فصاروا يتهجمون عليها انه ليش هي قاعده تلبس بعد ما تركت رايدر. فاكتبوا لنا بالكومنتات شو رايكم بهذا الخبر. وصلوا احبابنا صوت مقطع من اقطع جاكم. لا تنسوا تفجروا هذا المقطع بلايكات وبس مع السلامه.